مساء الخير. واحد من أهم أفلام هوليوود التاريخية هو فيلم إنقاذ الجندي رايان. الفيلم تم إنتاجه سنة 1998 من إخراج ستيفن سبيلبرج وبطولة توم هانكس. الفيلم ده خد 5 جوائز أوسكار منهم جائزة أفضل مخرج. قصة الفيلم اللي تقريبا معظمنا اتفرج عليها وتأثر بيها وعيط على حنية وإنسانية الأمريكان، إن أم عندها 4 شباب كلهم متجندين في الجيش الأمريكي اللي بيحارب في الحرب العالمية الثانية، وتحديدا سنة 1944. الشباب الأربعة دول بيموت منهم 3 في الحرب، ولما يبدأ المسؤولين في الجيش الأمريكي كتابة جوابات العزاء لأهالي الجنود المقتولين، بيكتشف موظف البريد إن 3 جوابات رايحة لأم واحدة. هنا طبعا وفي ظل حنية وعاطفية وإنسانية الأمريكان، بيقرروا يدوروا على الابن الرابع عشان يرجعوه لأمه وما تبقاش خسرت كل عيالها في حرب أصلا بتدور بعيدا عن حدود بلدها بآلاف الكيلومترات. الحالة الإنسانية دي والإنتاج الضخم والإخراج الفظيع خلى الفيلم ده يحقق انتشار فظيع. إيراداته وصلت تقريبا $500 مليار. ستيفن سبيلبرج مخرج الفيلم اليهودي صاحب المواقف المؤيدة للكيان الصهيوني، تتار العصر، مجرمين الحرب، كان موقفه من الحرب العالمية على غزة إيه؟ مؤيد لإسرائيل. مش بس كده، ده اتقال إنه بيجهز فيلم عن أحداث 7 أكتوبر، بيقدم مش فيلم واحد، لا ده 7 أفلام بيقدم فيها طبعا وجهة نظر المستعمر الصهيوني المحتل. ستيفن سبيلبرج يجهز الآن لسبعة أفلام يناصر فيها أصحاب الأرض، لا ده بيناصر فيها المحتلين المجرمين على أصحاب الأرض، الإرهابيين بيناصرهم ستيفن سبيلبرج مش أصحاب الأرض. ولما جيش الاحتلال يعني اتحول لمجموعة قتلة مجرمين حرب، طلع بتصريح كده على الضيق عشان يدين فيه قتل المدنيين في غزة. ستيفن سبيلبرج المخرج اليهودي اللي اختاروه على الفرازة سنة 1993 عشان يخرج فيلم قائمة شندلر اللي بيروج لمظلومية الهولوكوست على ايد النازية، بعد ما كان الفيلم المفروض يخرجه مارتن سكورسيزي لان صناع الفيلم كانوا عايزين مخرج صهيوني كده اصلي. والفيلم الغريب فيه انه بيحكي قصه حشر اليهود في مناطق معينه وقتلهم على الهويه، زي ما بيعمل جيش الاحتلال دلوقتي في رفح بالظبط، في النسخه الجديده من النازيه الصهيونيه اللي بيباركها الغرب، وازاي بيتم انقاذهم من القتل والمحرقه. طيب فين دلوقتي حق الفلسطينيين؟ مش لاقيين حد ينقذهم. وانا من موقفي هنا بهدي للصهيوني ستيفن سبيلبرج قصة واقعية مش محتاجة توابل ولا إضافات ولا تزوير في التاريخ ولا صناعة أحداث تاريخية، مش محتاجة موسيقى تصويرية، مش محتاجة مؤثرات بصرية. بهديله قصة أفظع وأوقع من إنقاذ الجندي رايان. قصة فيها مشاهد حقيقية متصورة وبيشوفها العالم كله ومش محتاجة ممثلين. قصة مش محتاجة مكياج ولا ألوان بديلة للدم لأن الدم فيها حقيقي. بهديلك يا ستيفن سبيلبرج قصة خنساء طول كرم. هل بلغتك يا ستيفن قصة خنساء طول كرم؟ الأم اللي جيش الإرهاب الصهيوني قتل 4 من عيالها والخامس مات كمدا على إخواته وهو راقد على سريره لأنه ما عندوش علاج مرض السرطان. اسمع يا صانع الأفلام والخيال العلمي قصة سيدة نساء الأرض الصبرة أمينة غنام اللي ولادها الشباب اتقتلوا قدام عينيها في 6 شهور بس. احفظ أسمائهم يا صنيعة الصهيونية. عامر غنام 42 سنة، أحمد غنام 27 سنة، سليم غنام
29 سنة، محمود غنام 23 سنة. دول ولاد الحاجة أمينة اللي قتلها شركائك في القناعة بالقصف والقنص والتصفية والحصار. الجريمة اللي حصلت في مخيم نور شمس في الضفة الغربية، مش في غزة، في الأرض المحتلة اللي ما فيهاش حركة حماس اللي خرمت لكم دماغكم. جريمة متواصلة بدأت يوم 19 أكتوبر باستشهاد الأخوين عامر وأحمد غنام في قصف صاروخي لعدد من شبان المخيم كانوا متجمعين جنب بيتهم. الأخ الأكبر عامر استشهد على طول، وأحمد اللي اتصاب بسبعين شظية فضل ينزف لحد ما مات لأن محدش عرف يسحب الجثث. ولما سحبوهم أخيرا لمسجد في المخيم، جنود جيش جرائم الحرب اقتحموا المسجد وضربوا الجسامين بالنار عشان يتأكدوا إنهم ماتوا. وبعد ست شهور من الجريمة الأولى ويوم 19 إبريل اللي فات، جيش الاحتلال قتل الابن الثالث سليم بالقناصة وهو جوه بيته، وفضل ينزف سبع ساعات كاملين في حضن أمه وأبوه لحد ما روحه فاضت لأنه ممنوع إنقاذه. وتاني يوم اتقتل الابن الرابع في المخيم في عملية اقتحام جديدة ارتكب فيها جيش الإرهاب الصهيوني جريمة حرب استمرت 50 ساعة قتل. 50 ساعة قتلوا فيها أربع شباب، 14 شاب فلسطيني، ومات الابن الخامس عبد اللطيف مريض السرطان كمدا على إخواته. الشهداء الأربعة ماتوا ولا أحد يستمع لقصتهم. مفيش حد في العالم هيسمع قصتهم في العالم اللي بيقولوا عليه متحضر. وانا هقول لك كمان السيناريو يمشي ازاي ويبدا امتى وفين، وهحط لك كمان السياق الدرامي. ايه رايك يا ستيفن سبيلبرج؟ تبدا الفيلم من تهجير عيله غنام في نكبه فلسطين سنه 1948 من قريه عين غزال القريبه من حيفا المحتله اللي استعمرها الصهاينه وطردوا منها اهلها وعايشين في نعيم على ارضها بفلوس الغرب ودعمه. وبقالهم 75 سنة بيطردوهم ويقتلوهم جيل ورا جيل. قصة خنساء تولكرم قصة متكاملة، واضمن لك انها تجيب فلوس حلوة لانها تراجيديا حقيقية مش مزيفة، وفيها مشاهد كمان اغتيال جوه المستشفيات، اعدامات ميدانية، هتجيب زبون على فكرة. بس انت استرجل بس وخليك انسان ومحايد ومبدع حقيقي، وانا اديتك اهو القصة. بس استاذن اسيادك اللي انت خدام عندهم واعمل الحكاية الواقعية دي. أنا هفترض فيك إنك إنسان طبيعي، لكنك عايش دلوقتي في وسط إعلام مضلل ومضلل وأسير زي غيرك للبروباجندا الصهيونية اللي أنت من صناعها، وممنوع من إنك تشوف الحقيقة، وودانك اتطرشت مش سامع شوارع العالم وهي تنادي بوقف جرائم الحرب، وعميت عينيك مش شايف مشاهد الإبادة اللي على الهواء مباشرة صوت وصورة، وخرست واتقطع لسانك ومش هتقدر تقول كلام يزعل أسيادك، وتشلت في رجليك مش هتقدر تروح تزور مسرح الجريمة اللي هتصور فيه القصة اللي بهديها لك. هتوقع انك مش متابع الاخبار بتاعت اقتحام رفح رغم تحذيرات العالم كله، ولا عارف لانك مجهل ومغيب ان بلادك بتمول اكبر مذبحه في التاريخ الحديث. هتصور انك مش عارف ان جيش الاحتلال اغتصب واستولى على معبر رفح من الجانب الفلسطيني عشان يمنع المساعدات عن اكتر من مليون فلسطيني في رفح. هقول انك مش بتشوف مشاهد النزوح تحت القصف مع انها مشاهد رعب صافية وحقيقية، ولا جاتلك اخبار عن اكتشاف ثالث مقبرة جماعية في مستشفى فيها عشرات الجثث المتحللة من الشهداء اللي قتلتهم اسرائيل وقت حصارها للمستشفى. اضمن لك ان الفيلم ينجح، بس مش هقدر اضمن لك الاوسكار عشان دي جوائز تبعكم، تبعكم انتم، بتخدم وبتخدم على الصهيونية بس وبتخاف من سيف معاداة السامية.
رسالتي للمخرج الصهيوني ببعتها كمان للمجتمع الغربي اللي مشغول بمجزرة الشبكة العالمية لتعذيب القرود في اندونيسيا، اللي بتقتل وتقطع وتعذب القرود لايف عشان يتفرج عليها شوية مرضى نفسيين من الانجليز والامريكان اللي كانوا بيحددوا هم عايزين يشوفوا القرود بتتعذب بانهي طريقة، يحرقوهم احياء ولا يحطوهم في الخلاط ولا 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 ولا. وبقول للقضاء الحر في بريطانيا وامريكا ان في شبكة عالمية للإبادة الجماعية للفلسطينيين بتشارك فيها حكوماتكم بالتسليح والدعم والتضليل وكمان بتهديد المحكمة الجنائية الدولية بالعقاب لو قرروا يطلعوا مذكرات اعتقال لمجرمين الحرب في حكومة الإرهاب الصهيونية وجيش الاحتلال. وده خبر عادي منشور في وكالات الأنباء بمنتهى البجاحة وبيوجه فيه أعضاء الكونجرس تهديد صريح للعدالة الدولية. طبعا العدالة الدولية والكلام المسخ ده ما بقاش عملة بتتصرف اليومين دول، يعني باريزة مقطعة على رأي لغة الشارع. اللي ماشي دلوقتي هو الكذب بس، كل حاجة بتدور قدامنا قائمة على كذب الصهاينة منين مكانه. يعني تلاقي الأمريكان امبارح بيقولوا إنه اجتياح شرق رفح هيكون عملية محدودة، ده امبارح. النهاردة يطلعوا يقولوا لأ دي شكلها كده عملية كبيرة واجتياح كامل. فطبيعي تلاقي إسرائيل بتضرب العيانين من المستشفيات في رفح، وطبيعي تلاقي الطيارات الأمريكاني بتضرب خيام النازحين في رفح وتهد البيوت على عائلات كاملة في رفح كلها ستات وأطفال وكبار في السن. كل ده بيحصل ولسه في مفاوضات حوالين هدنة في غزة، بس إسرائيل مش عاجبها موافقة حماس على الاتفاق، ومصر لحد دلوقتي فاتحة الباب لهذا الاتفاق وبتحاول انها تدعو لتغليب صوت العقل في وجود وفود من حركة حماس واسرائيل وقطر وامريكا. وقال ايه؟ لسه امريكا بتحقق، هي اسرائيل انتهكت القانون الانساني الدولي في غزة ولا لا؟ وهتحدد مصير دفعة تسليح جديدة. يعني طبعا مصيرها معروف يعني يا جماعة. صدقني يا عم ستيفن، قصة فلسطين هيكون فيها مشاهد في منتهى الفجر السياسي، وهتفضح الغرب كله، وهيبقى فيلم تاريخي. وما تقلقش خالص، أمريكا اللي اعتبرت وصف نتنياهو للمظاهرات في الجامعات بأنها متطرفة وعنصرية مش هتزعل منك ولا هتلوم عليك، لأنهم بيعتبروك منهم وراجلهم. متحدث وزارة الخارجية الأمريكية طلع علنا كده وقال نتنياهو يقول اللي هو عايزه، فما تقلقش انت منهم وبرضو راجلهم وهيعدوا لك أي حاجة تعملها، بس انت بس استرجل وخليك إنسان. مصر جديدة، أهلا بكم. ينضم لنا عبر الزوم من رام الله الدكتور خليل أبو كرش الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة، وبداية كيف هو الوضع اليوم؟ تحياتي لكم ولكل الجمهور والمتابعين. يعني واضح أن إسرائيل تستمر في عدوانها على قطاع غزة، وواضح أن إسرائيل يعني لا تأبه لأي شيء، لكل المواثيق والاعتبارات الدولية. إسرائيل تقتل، عمليات القصف والتدمير وقتل المدنيين مستمرة، لا زالت إسرائيل مصرة على استمرار حمام الدم، وهي يعني تستمر في ارتكاب هذه الجريمة بالمنطقة التي قالت عنها أنها هي آخر منطقة يمكن للمدنيين اللجوء لها. وبالتالي عمليا نحن أمام احتلال كامل لكل قطاع غزة من الشمال حتى مدينة رفح. ونتيجة هذا الاحتلال يعني تعمل إسرائيل الآن على تقليص المساعدات التي تدخل إلى المدنيين وإلى المواطنين في قطاع غزة. يستمر نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة، وتدير ظهرها بشكل كامل وواضح لإمكانية إحداث صفقة توقف هذه الحرب. نعم، يعني كان الحديث بالأمس عن أنه اجتياح محدود، واليوم الحديث على أنه اجتياح كبير. يعني هل عملية اجتياح رفح حاليا خرجت من كونها عملية محدودة وبقى الموضوع هجوم شامل؟
يعني الدعاية الإسرائيلية تقول أن هذا هجوم محدود وأنها عملية محدودة. عمليا لا يمكن التنبؤ ولا يمكن القول أن هذه العملية محدودة. السبب في ذلك يعود إلى مجموعة الأهداف التي رفعتها إسرائيل. هي قالت وبشكل واضح أن لا يوجد نصر بدون الهجوم على رفح، وبدون الهجوم على رفح سيبقى الوجود اليهودي مهدد. وعند ترجمت هذه المقولات، عند ترجمت هذا الفعل الإسرائيلي، عمليا هناك عدة أهداف لهذه العملية. أولا، هي تحاول من خلال هذه العملية ممارسة مزيد من الضغط على حماس لتحسين شروط الوصول إلى صفقة، ومحاولة أيضا إحداث وقائع وحقائق على الأرض ستفاوض عليها إسرائيل لاحقا. بمعنى أن إسرائيل الآن التي تحتل معبر رفح، تحتل محور فيلادلفيا، بدأت تتقدم أكثر وأكثر نحو المناطق المدنية. عند الذهاب إلى المفاوضات أو عند الذهاب إلى صفقة ستقول أو ستطلب ثمن لذلك. هذا أحد الأهداف. الأهداف الأخرى، يعني تحاول إسرائيل الترويج أن هذه المنطقة هي منطقة تهريب، وأن السلاح يأتي إلى حماس من هذه المنطقة، وبالتالي نحن نحتل هذه المنطقة لمنع هذا التهريب ولمنع تعاظم قدرات حماس العسكرية. كذلك هناك رسالة واضحة، عندما تحتل إسرائيل معبر رفح هي تقول أن سلطات حماس وسلطة حماس بدأت تتقوى، وهذا جزء من الأهداف التي رفعتها إسرائيل منذ بداية الحرب. نعم. من الناحية الفعلية لا يمكن القول أن هذه العملية ستبقى محدودة. هناك سيناريو المفاجأة الذي قد يحدث في أي لحظة، وتخرج الأمور عن السيطرة وتتوكل إسرائيل أكثر وأكثر نحو مدينة رفح ونحو المدنيين. نعم، يعني اليوم واشنطن تلوح بعقوبات ضد الجنائية الدولية حال قررت اعتقال مسؤولين إسرائيليين، كيف تعلق لنا على ذلك؟ يعني هذا الموضوع مهم وفي غاية الأهمية، وهذا الموضوع يقود مضاجع السياسيين في إسرائيل، وتحديدا رئيس الحكومة ووزير الجيش وبعض المسؤولين السياسيين والعسكريين. هم هناك خشية حقيقية في إسرائيل من هذا الموضوع، وهناك خوف حقيقي من أن يصبحوا قادة إسرائيل مطاردين للجنايات الدولية ولغيرها من المحاكم. الممارسة الأمريكية هي تقول بشكل واضح أن أمريكا منخرطة تماما مع إسرائيل، وأن أمريكا توفر مجموعة من طبقات الحماية لإسرائيل. إحدى هذه طبقات الحماية على مستوى المنظمات الدولية وعلى مستوى الملاحقة الدولية. نقطة أخرى، هناك أيضا ما يمكن القول أن إسرائيل، يعني من الحمايات التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل التسليح وشاحنات الأسلحة، كذلك الحماية على مستوى العالم وعلى مستوى مجلس الأمن. هذا جزء من الحماية التي توفرها الولايات المتحدة. أيضا هناك تشارك في الرؤية ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل فيما يتعلق بهذه الحرب. الاختلاف ليس اختلافا جوهريا، الاختلاف شكليا مرتبط بطريقة تحقيق هذه الحرب وبطريقة التحقيق والوصول إلى أهداف هذه الحرب. نعم، امبارح كان في تصريح من المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبيير، قالت أنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بأن معبر أبو سالم سيعاد فتحه اليوم الأربعاء. كارم أبو سالم، هل تم فتحه فعلا؟ يعني في هذه الأثناء هناك اجتماع لمجلس الحرب والكابينت في إسرائيل. إسرائيل تناور في كل شيء، وإسرائيل تريد ثمنا لكل شيء. أنا بتقديري أن هذا المعبر سواء فتح أو لم يفتح، حتى لو كان هذا المعبر فاتح، الذي يتحكم في عملية دخول الشاحنات أو خروجها هي إسرائيل. يمكن أن تفتح إسرائيل المعبر، ولكن يمكن أن لا تسمح للشاحنات الغذائية والمواد الإغاثية بالدخول. هذا 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 يعني لعبة إسرائيلية تقليدية، ودائما ما تقول إسرائيل أنها ستفتح هذه المعابر، دائما ما ستقول إسرائيل أنها ملتزمة. عمليا هي تستعمل سلاح التجويع ضد الفلسطينيين وضد المدنيين في قطاع غزة. الأرقام التي تأتي من قطاع غزة وفقا للمنظمات الدولية ما يزيد عن 20 طفل فلسطيني ماتوا نتيجة الجوع، بمعنى أنه لم تتوفر لهم المواد الأساسية والغذائية فمات هؤلاء الأطفال.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا من رام الله عبر الزوم. كنت معنا الدكتور خليل أبو كرش الباحث في المركز المصري الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية، وينضم لنا من رام الله الدكتور محمد المصري نائب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية سابقا. قالت منظمة أطباء بلا حدود أنها بدأت عملية لإجلاء المرضى في مستشفى رفح الأندونيسي الميداني، وعبرت أيضا عن قلقها من وضع كارثي مرتقب، وقالوا أنه تأثير الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون له آثار كارثية على أكثر من 1,000,000 شخص، وأن الظروف المعيشية للفلسطينيين في غزة ستزداد سوءا. لو تصف لنا الظروف الصحية التي يعيش فيها أهل غزة الآن. بشار خلف للسيد أنجي ولكافة المشاهدين الكرام، واسمحي لي بس في البدايه اقول اليوم 15 بعد ال 200 على عدوان على الشعب الفلسطيني. صحيح. هناك 1,000,000 وتقريبا 400,000 في مدينه رفح، اي حسب الوكالات الامميه وليس يعني احصائيه فلسطينيه. منهم 300,000 من سكان يعني رفح الاصليين، و 1,100,000 من النازحين من كل مناطق قطاع غزه من الشمال والوسطى وخان يونس، ومن ثم وصلوا الى هذه المنطقه بتوجيهات ودفع من دوله الاحتلال انه هذه المنطقه منطقه امنه. المنطقة الآمنة الآن أصبحت هي المنطقة المستهدفة بما فيها النقاط التي يراد إجلاء منها المواطنين الفلسطينيين من أجل إعمال بري لمنطقة محددة، كما تم الاتفاق على بدو أخضر أمريكي أن لا يذهبوا باتجاه احتلال كامل أو دبابات اجتياح كامل لرفح، تكون منطقة من أجل حماية المدنيين. أرادوا أن يرحلوا تقريبا 100,000 مسامين من منطقة حي السلام الجنة والشرق لموضوع رفح، وبالتالي استهدفوه بأحزة منارية قبلهم وحشدات برية موجودة، ومن ضمنهم تلقت العملية باتجاه معبر رفح ومحطة مجيسية لصلاح الدين. أعتقد أن هذه العملية أدت إلى أغلاق يعني المعبر الرئيسي السيادي الفلسطيني ما بين فلسطين ودمشق مصر العربية، ومغلق يعني معبر كريم أبو سالم مغلق. استمعت للضيف اللي هو دكتور خليل اللي هو أصلا باحث في المركز الفلسطيني لدينا، واعتقد انه كان مجيبا يعني صحيحا حول الموضوع. المعبر كريم ابو سالم لم يفتح الا لمره واحده لشاحنه واحده اليوم هي من النفط يعني الوقود، ولم يفتح اكثر من ذلك، ولم يدخل اي شيء اي شاحن لا من معبر يعني كريم ابو سالم ولا من معبر رفح. هذا مغاير لما تحدث في البيت الابيض بانه اليوم سيفتح معبر رفح معبر كريم ابو سالم. الجانب المهم كذلك انه هناك مستشفى باسم الجار اصلا هو خرج عن الخدمه، وهذا الذي كان يقدم خدمه للفلسطينيين الموجودين. نزوح تقريبا يعني حوالي من 50 ل 60,000 من منطقه رفح باتجاه خان يونس ومنطقه المواسي المغلقه كليا، ولا يوجد بها احد يعني يمكن يستوعب شخص اخر. الناس فوق بعض زي ما بيقولوا عندنا بالمصري، يعني الناس فوق بعض، ما عادش في امكانيه. حتى بوريل يعني اللي هو المفوض الخارجيه الاوروبيه يقول اين تذهب الفلسطيني على القمر؟ ما يوجد مكان امن. وزوجة الرئيس بايدن يعني تحدثت، عفوا اللي هي نائبة الرئيس بايدن، هذه تحدثت بشكل واضح انه طلعت على الخرائط في غزه ولا يوجد مكان امن. كل من يتحدث عن ممرات امنه للفلسطينيين والعمليه العسكريه لا تطول المدنيين، هذا شيء بالعكس يعني كذب وافتراء. وما من يقتل اليوم والامس هم المدنيين الفلسطينيين. عموما نحن نقول الاهداف هذه العمليه اصبحت واضحه، هو اغلاق ممر يعني معبر رفح، وبالتالي يتم السيطره على الخروج والدخول الفلسطينيين، وهذا ابتزاز للمفاوض الفلسطيني، وايضا خرق للسياده المصريه والفلسطينيين لهذا معبر مصر الفلسطيني بامتياز. ومنذ 2005 حين خروجهم لا تواجد اسرائيلي في هذا المكان، لا على المعبر ولا في محور كليتريا الذي نص عليه اتفاقيات تمديد في ملحقاته انه هذه منطقه عادله. نعم. لذلك نقول انه بقاء القوات الاحتلال في هذا المكان قد يدفع الامور الى التصعيد، ونحن لا نرغب كفلسطين بالتصعيد، لكن هذا الاحتلال يعني المجرم قوى الفاشيه في تل ابيب بالرغم من كل نصائح العالم بما في حتى بيرنز يعطلون تبادل الاسرى وصفقه الاسرى تحت عناوين واهيه بانه هناك في قوه لحركه حماس بشرق رفح يريد تدميرها، وهناك انفاق كما فعلوا في خان يونس، كما فعلوا في مستشفى الشفاء، كما فعلوا في مدينه غزه، كما فعلوا ايضا في بيت حنون في منطقه الشمال. وبعد ذلك قالوا هناك 4,000 الى 5,000 مقاتل من حماس في منطقه شمال قطاع غزه.
اليوم يتحدثون عن 4 كفائف في منطقة رفح. طب ماذا لو خسروا هذه المعركة وخرجوا لا يوجد أسرى ولا يوجد قيادات؟ ماذا سيقولوا؟ إن هربوا باتجاه سيناء سيكملوا المشوار للصالحين؟ أعتقد نتنياهو لا يرغب وقت إطلاق النار كليا من أجل بقائه في الحكم والتخوف من المحاكمات في المرحلة القادمة. لذلك نقول على الولايات المتحدة التي تسلح وتمد وتذكر وتحمي دولة الاحتلال بالسياسة وبالقانون في المجتمع الدولي وبالمال، هي علي أن تضغط على نتنياهو من أجل أن ينزل عن الشجرة ونقوم بتبادل الأسرى وهدنة تريح الجميع. هو في مسؤول إسرائيلي النهاردة الأربعاء قال إنه إسرائيل لا ترى أي علامة على تحقق انفراجها في المحادثات التي تتوسط فيها مصر بشأن هدنة مع حركة حماس من شأنها إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة. نعم، وكير بالأمس الناطق باسم البيت الأبيض تحدث بشكل واضح إنه هناك نقاط مشتركة كثيرة وممكن جسر الهوة، ولذلك ضمن جنون نتنياهو وطلب من الإدارة الأمريكية عدم التصريحات من هذا النوع، لأن هذا تؤلب الرأي العام الإسرائيلي في داخل المحتل. وشهدنا بالأمس مظاهرات عارمة في تل أبيب، وكثير من أهالي الأسرى قالوا إن لم تفقد الصفقة الآن بإطار هذه الحكومة سنحرق البلد. هذه الإشارات وهذه كمان الهتافات كانت وضغطت عليه، والآن هو يعني يمارس الضغط على الفلسطينيين من خلال العمل العسكري يتفاوض بالنار، ولكن نحن باقين في هذا المكان واعتقد لن تمر اكثر واقل مما هو مكتوب في الورقه، وممكن ان تكون مرونه فلسطينيه في مرحله هذه الورقه، ولكنها يجب ان تسفر عن خروج قوات الاحتلال ووقت اطلاق النار ورفع الاثار عن قطاع غزه حتى نستطيع ان نعيش بكرامه كبقيه شعوب الارض. اشكرك شكرا جزيلا من رام الله اللواء دكتور محمد المصري نائب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينيه سابقا. فاصل ونرجع نستكمل مصر جديده. النهاردة بشكل رسمي شركة أسترازينيكا بدأت في سحب لقاحها ضد فيروس كورونا من كل دول العالم، وده بعد ما اعترفت أن ليه أعراض مميتة بسبب جلطة بيعمل انخفاض في الصفائح الدموية. الأسبوع اللي فات كنا اتكلمنا عن اعتراف شركة أسترازينيكا أن لقاحها ليه أعراض جانبية خطيرة. الدراسات البحثية اللي اتعملت على اللقاح أكدت ده، وبدأت يكون في دعوات ضد الشركة. هذه الدعوات بتطالب بتعويضات كبيرة في مناطق كتير في العالم. النهاردة الشركة رسميا بتسحب لقاحها وبتقول يا جماعة معلش اللقاح ده اتعمل غلط وغلطة مش مقصودة. يا سلام. الحقيقة أنا مش هتوقف عند المشهد ده بس، على الرغم أنه بالنسبة لي غريب جدا ومش مفهوم، ولكن هدخل في قصة تانية كمان. في سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت اليومين دول، وفي أبحاث علمية بتقول إن السلالة دي صعب جدا إننا نواجهها، والأخطر إن اللقاحات الموجودة دلوقتي مش هيكون ليها أي تأثير عليها. نائب رئيس شركة سكريبس للأبحاث، وده واحد من اللي شغالين على السلالات الجديدة، قال إيه بقى؟ قال إنه فيروس كورونا في تطور مستمر، وإن الأعراض هي ارتفاع درجة الحرارة، رعشة في الجسم، كحة، فقدان أو تغير في حاسة الشم والتذوق، ضيق في النفس، التهاب في الحلق، وإن السلالات الجديدة دي هتكون سبب في زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكورونا. كمان المتحدث باسم المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية بيقول إن الفيروسات بتتغير بشكل مستمر من خلال الطفرات، والطفرات دي بتقول إن ممكن قريب يبقى في نوع جديد من الفيروس بينتشر بسهولة أكبر وبيبقى عنده مناعة من العلاج واللقاحات الموجودة، وبسبب انتشاره ممكن يتحور ويبقى صعب جدا إيقافه. السؤال هنا، بما إننا داخل علينا فيروس جديد ومتحور محدش عارف هو احنا ازاي هنواجهه، هل هنشتري وهم اللقاحات ده تاني؟ كنا من 4 سنين فاتوا على اعتاب مصير مجهول، الحمد لله تجاوزنا كورونا، ودلوقتي يعني بقى استرازينيكا اللقاح اللي اتباع لينا على اساس هو النجدة والمنقذ من كورونا بقى هو الخطر نفسه. فهل بقى لو حصلت مشكلة جديدة هناخد لقاحات ولا هنعمل ايه؟ معنا على التليفون دكتور محمود الأنصاري استشاري أول المناعة
في كلية الطب جامعة عين شمس. دكتور محمود، يعني النهاردة أسترازينيكا بيقولوا احنا كنا غلطة، يعني غلطة وندمان عليها. طب بالنسبة للناس اللي خدت اللقاح ده معناه ايه؟ مساء الخير يا انجي. مساء الخير، اهلا بحضرتك. اولا خلينا نتفق مع بعض، عشان بس مش عايزين الناس اللي اخذت اللقاح تبقى مخضوضه او قلقانه. احنا عندنا في العلم ده تحديدا في كذا حاجه، يعني ده مش اول موقف هتعدي عليه البشريه ومش هيكون اخر موقف. وخلينا نتفق ان كانت البدايات هي الحاكمه ان احنا نوصل للوضع القائم ده دلوقتي. يعني ايه اللي احنا بنقوله ده؟ يعني كانت البدايه اسرع من اللي كان المفروض اللي هو يتعمل. كان المفروض ان اي لقاح قبل ما بيطرح للتداول، احنا ده ما طرحه او ما قيل عن لقاح واحد من اصل لقاحات عده اتطرحت من الشركات المختلفه، سواء لقاح فايزر او موديرنا، مرورا طبعا بسبوتنيك الروسي، مرورا باللقاحات الصينيه سواء سينوفارم او سينوفاك. كل اللقاحات دي من قام بالبحث والاعتراف بما اقترف هي شركة واحدة هي أسترازينيكا. ولكن خلينا نتفق مع بعض ان هذا الامر هو امر متداول وشائع الحدوث، وكتير جدا من الادوية كانت بتطرح وبعد سنين من تداولها بيتم سحبها من السوق وبيتم رفع دعاوى بالملايين على الشركات المصنعة وبيتم تعويض الناس دي. ولكن هل الامر ده هيتم تعويضه ولا لا؟ ده امر احنا زي ما حضرتك عارفه ان احنا الاسبوع الماضي ده تم رفع قرابه ال 57 قضيه من مواطنين مختلفين تحديدا في المملكه المتحده، طلبوا بتعويضات تعدت ال 100 مليون جنيه استرليني من الشركه المصنعه للقاح. لكن هل بقى الامر ده هيشوب باقي اللقاحات ولا لا؟ خلينا نقول مع بعض ان كل حاجه كانت بدايتها بدون بحث علمي كافي وشافي واخد فترته الكافيه للبحث والتدقيق هتبقى نتيجته هو اللي احنا عشناه دلوقتي او اللي احنا بنعيشه دلوقتي مع استرازينيكا. المفروض يعني الحاجات دي تبان بعد قد ايه؟ المفروض حضرتك في علم اللقاحات ما بيطلعش لقاح للنور الا بعد ما لا يقل عن قرابه 6 سنوات. لان احنا حضرتك دايما مش بس بيتم طرحه على اساس ان هو يمنع العدوى، لا ده المفروض ان نشوف بقى هل هو فعلا بينتج ردود مناعيه في جسم المستقبل بشكل تمام وشكل صحيح. اللقاح ده ملوش اثار جانبيه، هل اللقاح ده بيكون فعال ضد الفيروس، وهل الفيروس ثابت جينيا ولا الفيروس بيطلع منه نسخ جديده؟ ده اللي احنا عشناه مع كورونا. لو حضرتك تفتكري ان في كل شويه او كان كل شهر تقريبا بنسمع عن متحور جديد، الفا وبيتا وجاما ودلتا وابسلون وهلم جرى. فما كانش ينفع ان احنا نطلع لقاح للنسخه اولى ظهرت للفيروس اصبحت غير فعاله بعد كده مع النسخ التاليه للفيروس، في حين ان كان الطبيعي ان انا ادرس الفيروس بشكل اكثر وفره وادرس تاثير اللقاح نفسه على جسم المستقبل وتاثيره على الفيروس نفسه، وده اللي ما حصلش حضرتك. وانا مش بتكلم عن ايوه بس احنا كنا يعني مضطرين كلنا ان احنا هناخد اللقاحات والا مش هندخل مصالح حكوميه كتير، مش هنسافر، مش هنعمل يعني حياتنا هتتوقف. ماشي انا موافق ان ده الامر اللي فرض علينا، لكن مش ده الامر اللي قبله كل الناس. يعني اللي عايز يجدد الرخصه بتاعته ما كانش هيعرف يجددها، رخصه السواقه، اللي عايز يعمل اي حاجه في اي مصلحه حكوميه ما كانش بيدخل غير بالشهاده بتاعت انه تم تلقيحه. عايزين نسافر مش هنعدي من مطار القاهره من غير الشهاده برضو. يعني انا موافق راي حضرتك، بس انا يعني ما كانش في حريه يا ناخدها يا ما ناخدش اللقاح. برضه بأكد لحضرتك المعلومة إن هو فرض علينا، مش كلنا كنا موافقين على أخده. ومش كل الدكاترة اللي كانوا فاهمين مناعيا صح، ومش كل الأساتذة اللي عارفين علم الفيروسات بشكل دقيق كانوا بيأكدوا التجارب اللي مرت بها البشرية، خصوصا إن كل الناس مضت على إقرار إني واخد التطعيم على مسؤوليتي. بالظبط بدون اي تحمل لاي حاجه سواء من الشركات او من الحكومات، فده امر فرض على شعوب الارض مش في دوله بعينها. لكن هل ده كان الامر اللي بيتقبله اي حد؟ الاجابه لا، لم يتقبله كثير من الناس. ملايين عملوا مظاهرات رفضا على فرضيه
آليات ما تم تطبيقه سواء من الحظر أو من اللقاحات أو من إجبارية فرضها لقضاء مصالح حياتك العادية زي المصالح الحكومية كما حضرتك تفضلتي وقلتي إن شاء الله. نعم. يعني اللي خد اللقاح طيب ده يعمل إيه دلوقتي؟ خلينا نتفق مع بعض إن ما كان مش عايزين نسود الصورة بالظبط، فنعمل ايه علشان يعني نطمن نفسنا؟ يعني مثلا لو هو بيجيب جلطات فابدا من دلوقتي مثلا اخد ادويه معينه، اعيش بطريقه معينه، اكل اكل معين. اي حد هيعيش حياه صحيه مش هيبقى خايف من تاثير اللقاحات. الحياه الصحيه دي حضرتك اللي احنا دايما 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 بنكرر ان ممارسه الرياضه بشكل نظامي حتى لو انت عندك اي قابليه لحدوث الجلطات يبقى ممارسة الرياضة بشكل نظامي وأكل أكلات خالية من الدهون المشبع والوجبات السريعة والوجبات المحفوظة ده بيخليك أقل عرضة لحدوث الجلطات بشكل عام، مش بنتكلم بقى على اللقاح أو غيره. فالتزامك بممارسة الرياضة هو التزام مسالك الدم عندك إن هي تبقى بتسري بدون جلطات، وده دور الناس كلها ودور حضراتكم بقى. يعني هنا يأتي دور التوعية، خصوصا ان الشركة نفسها اعلنت عن ايقاف في العالم كله وسحبه من العالم كله، خشية طبعا ان القضايا اللي اترفعت عليها ما تطولهاش في دول تانية. فخليني اقول لحضرتك ان احنا اللي اخذ اللقاح ما تتخضش وما تقلقش ما تخافش، اطمن، مطلوب من حضرتك انك تحيا حياة، الحياة دي يبقى فيها شروط اساسية لضمان سلامة قلبك وأوردتك وشرايينك وممارسة الرياضة بشكل نظامي، ابتعد عن الوجبات السريعة والمحفوظات بشكل عام والتزم الأكل الصحي وطبق السلطة شيء أساسي وروتين حياة لا يجوز أن تستغنى عنه إطلاقا. أشكرك دكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة في كلية الطب بجامعة عين شمس. طيب امبارح كنا اتكلمنا عن مبادرة جزارين في البدرشين اللي خلوا سعر كيلو اللحمة ب 250 جنيه، وجبنا واحد من المشاركين في المبادرة وقال ان ده سعرها الحقيقي اللي قرروا يبيعوا بيه اللحمة للناس عشان هم حاسين بالمعاناة اللي بيعانيها الأهالي. رئيس تعالوا الأول قبل ما أقول لكم رئيس شعبة القصابين قال إيه، نشوف ونفتكر إيه اللي حصل امبارح. فيعني احنا مرخصة اللحمة كانت وصلت لكام؟ كان سعر الكيلو اللحمة بقى بكام؟ اللحمة كان عندنا ب 320 جنيه و 300 جنيه، كنا احنا برضه اقل من اي جزار في مصر. يعني مثلا لو كانوا بيبيعوا ب 320 كنا بنبيع ب 300، بيبيعوا ب 300 بنبيع ب 80. فجت لنا الفكرة كده الاسبوع اللي فات، لقينا الناس كلها طالعة عمالة تقول لي اللحمة ومش اللحمة والحكاية والرواية. ما عندهم حق، قعدتوا مع بعض اتفقتوا انه كيلو اللحمه نعمله كلنا ب 250 جنيه. قعدنا اللحم ب 250 جنيه، في جزارين وافقت وفي جزارين قالت لا انا هخسر وبتاع والحمد لله بعنا اسبوع والتاني ب 250، اشتغلنا الحمد لله وكله بس انت شايف ان ال 250 دي تكسبك برضه. ال 250 حلوه مش وحشه. مش وحشه، انت كسبت وانا كمشتري اشتريت اللحمه اللي نفسي فيها من غير ما يعني اقوع كتير. ينضم لنا على التليفون أستاذ مصطفى محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أهلا بيك معانا في مصر جديدة. النهاردة سمعنا رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية هيثم عبد الباسط بيقول إن أي لحمة تحت ال 400 جنيه لحمة غير شرعية، وهو بيشكك في نوعية اللحمة اللي بتتباع ب 250 جنيه وب 240 جنيه، وبيقول إن دي بتبقى من مخلفات الأسواق والمجازر. وهو قال بشدة كده وبوضوح إنه قال لمديرية الطب البيطري بالجيزة إنها تشن حملات على محلات الجزارين في البدرشين، لأن كيلو اللحمة البلدي الشرعي ما بين 400 ل 450 جنيه. السلام عليكم. كل عام حضراتكم بخير ومصر كلها بخير. رايك ايه بقى في الموضوع ده؟ انا اتضامن مع استاذ هيثم بصراحه، لان نوعيه اللحوم دي مش معروفه هي ايه. هو بيقول ده لحم جاموسي كبير. اللحم جاموسي كبير انا يهيأ لي ان هو لحم عجوز جدا، وده بيبقى فرز المزارع، يعني المزارع اللي العجول ما بتكبرش فيها وسنها عجز جدا بيجيبوها وبيذبحوها.
ما يعني ده السعر ده مش منطقي خالص، مش موجود اصلا. يعني انه يبقى سعر كيلو اللحمه البلدي ب 240 ولا 250 جنيه ده سعر غير منطقي. لا غير منطقي بالمره. اه. وانا بطالب برضه ان الطب البيطري يشوف الموضوع ده. ان هو يروح ويشرف بنفسه على الموضوع، لو هم ناس بيذبحوا لحوم جيده وصالحه للاستهلاك الادمي يبقوا الف شكر ليهم. اه. هم كده بيدعموا بقى بيدفعوا من جيبهم. ولو مش كده بيدفعوا من جيبهم. اه طبعا طبعا. مفيش حد هيدفع من جيبه. طب حضرتك فاهمه اهو. اه يعني يعني معنى كده انه ده يعني فرقعه اعلاميه دعايه يعني؟ هي دي بتبقى تصفيات مزارع، عجل ما بيزيدش، عجل عجوز جدا، عجل مكسور. احنا يعني الاخوان الجزارين هيفهموا المصطلح اللي هو بتاع كلمه وقيع. يعني لو سالتي اي جزار، لو حضرتك بتتعاملي مع جزار اساليه قولي له ينفع كيلو لحمه هو انا سالته امبارح والله بعد الحلقه لقيته اصلا بيكلمني هو بيقول لي ايه الكلام ده، ما فيش لحمه ب 240 ولا 250 جنيه، ما فيش لحمه بلدي كده. منطقيا ما فيش، يعني ما فيش عقل يصدق حاجه زي كده. كيلو اللحم البلدي اللي هو البقري النمره واحد اللي متربي هنا في مصر ومعلوف صح عشان متغذي كويس، ده ثمنه ما يقلش عن 400 جنيه. طيب انت عارف احنا يعني الجزار مدحت الدرجلي اللي كان معانا امبارح احنا كلمناه عشان يدخل المداخله دي معانا النهارده عشان نقول له الكلام بتاع النهارده، هو رفض المداخله النهارده تماما وقال اللي عايز يشوف يجي عندي يشوف. هو الكلام مش منطقي خالص، وما فيش اي حد بيفهم في مهنه الجزاره هيصدق، او البني ادمين الطبيعيين مش هتصدق ان السعر ده موجود. يعني ليه السعر العادل لكيلو اللحمه البلدي من 400 450 جنيه؟ علشان العقول قائمه سعرها 180 جنيه. العجل اللي هو السوبر اللي هو البقري. هو الاخ اللي بيذبح اللحم ده هو بيقول لحم جاموسي كبير، ده لحم عجوز جدا جدا. وكله اعتقد ان هو عظم حتى ما يكسبوش يعني. ده بياخده من المزرعه بسعر رخيص لانه ما بيكبرش وخلاص يعني سنه عجز جدا، وبيبيعه بقى للمستهلك بسعر رخيص. بس اهم حاجه يكون مكشوف عليه وصالح للاستهلاك الادمي، يبيع بس اهم حاجه يكون صالح للاستهلاك. يبقى احنا محتاجين يعني المسؤولين يروحوا ويشوفوا اللحمه اللي في البدرشين دي اللي بتتباع ب 240 ولا 250 جنيه. ده الكلام المظبوط. صح كده، اشكرك. ولو هو فعلا راجل بيذبح لحم جيد وسليم ومكشوف عليه احنا نرفع له القبعه ويشكر واحنا كلنا نعمل زي. خلاص روحوا بقى وقولوا لنا، ابعتوا بقى مسؤولين يشوفوا وقولوا لنا بعد اذنك. ان شاء الله. شكرا. باذن الله. اشكر استاذ مصطفى محمد وهبه رئيس شعبه القصابين بالغرفه التجاريه بالقاهره. في ألبوم حبيبي حياتي اللي عمله هاني شاكر في 2009 كان فيه أغنية لو تفتكروا اسمها روح ماكي، تأليف محمد العمودي وألحان ضياء الدين محمد أو محمد ضياء الدين. النهاردة فوجئنا ببلاغ في اسم شرطة الدقي النهاردة، ها الألبوم ده من 2009، بلاغ مقدمه الشاعر هاني عبد الموجود بيقول أنه في كلمات في الأغنية بتاعت روح ماكي دي بتاعته، وان هاني شاكر واخرين استولوا على كلامه، وانه هو كان مسجل الاغنيه في الشهر العقاري باسمه، وطالب في البلاغ باتخاذ كل الاجراءات القانونيه عشان حقه يرجع. ملحن الاغنيه بتاعت روح ماكي محمد ضياء قال انه ما يعرفش حاجه عن بلاغ، وقال يعني هل يعقل ان كل الاسامي اللي ليها ثقل كبير وليها تاريخ فني تتحط في اتهام زي ده، ومن شخص يعني عمرنا ما سمعنا عنه ولا قرينا عنه. وقال برضو معقول انه محرر البلاغ اتفاجئ بالتعدي على كلمات اغنيه هو بيقول انها بتاعته بعد 15 سنه من طرح الاغنيه. واحنا بندور عن معلومات عن الشاعر هاني عبد الموجود لقينا انه في 2015 كان عمل بلاغ برضه في اسم الدقي رقمه 2751 جنح ضد سعد الصغير، بيتهموا فيه انه سرق ابيات من اغنيته المسجله في الشهر العقاري بعنوان زيح وارمي الكل.
معانا على التليفون الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الإعلامي. أهلا بحضرتك معانا في مصر الجديدة. طبعا أنتم كنقابة أكيد عندكم معلومات أكتر عن الواقعة، هل تحريتم؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي بيحصل؟ من هو هذا الشاعر اللي بيقول إنه كلمات الأغنية دي بتاعتي؟ مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. هو بداية يا فندم نقابة المهن الموسيقية لها أهداف معينة ولها يعني سبب للإنشاء، وهي رعاية مصالح الأعضاء. نعم. أي حاجة زي كده بتحصل بيبقى مجالها القضاء. صحيح. لأن لما حد بيدعي بيقول دي كلماتي أو ده لحني، فهنا الموضوع بيبقى شأنه شأن قضائي بحت، بيتقدم بدعوة وبترفع وبتنظر أمام المحكمة الاقتصادية، والمحكمة الاقتصادية هي اللي بتقول كلمتها، والنقابة غير مختصة على الإطلاق بنظر هذه النزاعات. نعم. يعني النقابة ليس من شأنها أن تصدر النزاعات، ولكن دي من اختصاص المحكمة الاقتصادية. نعم. يعني أنتم كنقابة ليس لكم علاقة من قريب أو من بعيد بهذه القضية على الإطلاق. هو كل أي حد بيدعي بيقول ده كلماتي، ده لحني، أنا مسجل ده في شارع عقاري، أنا عامل اللحن ده، كل ده يجوز لأي حد إنه يقيم دعواه. نعم. وبالطرق المشروع قانونا أمام المحكمة الاقتصادية، والمحكمة. نعم. الموقرة بتستعين بخبراء، وعندها آلياتها وعندها الخبراء بتاعها اللي تقدر تقول إذا كان حصل اعتداء على المصنف، إذا كان مصنف كلمات أو كلام لحن أو أي نوع من أنواع الملكية الفكرية، طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية بيحمي حقوق المبدعين، سواء إذا كان مؤلف كلمات أو ملحن أو أي حد بيبدع، فهنا في قانون والمحكمة الاقتصادية بتحجب بموجب هذا القانون. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الإعلامي. إذن نقابة المهن الموسيقية بتعلن إنها ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بمثل هذه الموضوعات. طيب معانا على التليفون الشاعر هاني عبد الموجود، أهلا بيك معانا في مصر جديدة. بعد 15 سنة بتروح بتعمل بلاغ على أغنية رحماكي، إيه اللي خلاك يعني تعمل البلاغ ده بعد 15 سنة؟ هل معقول انك اتفاجئت بالاغنيه بعد 15 سنه؟ اتفاجئت يا فندم، ومكتوب في المحضر ستك، انا كاتبها سنه 2000 وسجلتها في 2005. نعم. وهي من الحان محمد الملحن محمد ضياء الدين. اتفاجئت ازاي بقى؟ عرفت ازاي؟ يعني عرفت يا فندم، شفتها بتتغنى ستك، اتفاجئت فيها، نفس الكلمات، نفس الكلمات هي هي. يعني انت كنت قاعد في البيت بتقلب في قنوات التلفزيون كده، فجاه قدامك بتقلب لقيت الاغنيه قدامك، فقلت انا دي الاغنيه بتاعتي. ايوه يا فندم، والنت برضه، ولقيتها على النت برضه. طيب وانت قبل كده كنت مقدم بلاغ ضد سعد الصغير برضه في 2015؟ انا وديت اغاني برضه لشركه هيكا ورثي، وطبعا اختلفنا مع الشركه في الغلوه، خدوها مني سيادتك يا فندم. فانا عارفه انك انت كسبت القضيه في موضوع سعد الصغير. كسبت القضيه واتصالحت مع الاستاذ. طب انت عملت تنازل للاستاذ طارق عبد الله على الغلوه واتصالحت معاه وحط اسمي على الغلاف على القفر. نعم. انت الاغنيه بتاعت رحماكي كنت وريتها لحد؟ وبعتها لشركه مزيكا وادتها للاستاذ محمد فؤاد قبل كده. اول ما سجلت انا سجلتها في 2005. يعني محمد فؤاد كان هو اللي هيغنيها؟ لا، انا الاستاذ محمد فؤاد عجبته. قال لي هات القصيده، ورحت ووديتها شركه مزيكا الاول. تمام. انا وديتها شركه مزيكا. وبعدين؟ للشركات يعني. وبعدين حصل ايه؟ بعدين حصل يا فندم اتفاجأت بالغنوة انها من كلمات شاعر صعودي محمد بن عبود العمودي. خليجي هو من السعودية ست. يعني بس انت بتقول انه كان محمد فؤاد كان عجباه الاغنية. الاستاذ محمد فؤاد كان بيصور فيلم غوة حب في مارينا ست. فما انا طبعا انا كنت في مارينا، فما سبتك يعني قلت له على القصيدة دي عجبت، قال لي هات لي تنازل من الشهر العقاري، وجبتها له واديتها له. يعني انت معاك ورقة من الشهر العقاري. يا فندم، انا عملت محضر بتسجيل الشهر العقاري، المحامي عمل له محضر سيادتك في الجسم. الاقتباس زي ما انت بتقول يعني كان جزء من الاغنية ولا الاغنية كلها؟ لا، الغنوة كلها يا فندم. الاغنية كانت بتقول ايه؟ رحماكي ساحرة الاجبال، رحماكي كلمات هني، فالقلب رغم البعد ما زال يهواكي. فما هم مخلين. لا كملها لي، عاوز اسمعها منك. رحماكي ساحرة الاجبال، رحماكي، فالقلب رغم البعد ما زال يهواكي، والعين سالت على الاوجاب دمعتها،
وهي التي ما بكت في البعد إلا باتت ونار الجواب والشوق غرقها. تخفو أولى يوما عيدا فيها لؤياك، عيناك بحرا فيها الموج مضطرب، وأنا هايم مبحر والبحر عيناك، والشوق في القلب قضى عصاه دمرني، والعمر يمضي وكل العمر دنياك. رحمك. انت كتبت الاغنيه دي في سنه 2000 وسجلتها في شهر عقاري في 2005 وعرضتها على محمد فؤاد. هو في تكمله لا بس انا قلت لك يعني جزء منها. انت عاملها عشان الغنوه بتاعتي انا بقولها لك بالكلام يعني. ايوه. ان انا بقولها لك من بوب يعني، مفيش حاجه كاتبها قدامي يعني، عشان انا كل حاجه ما بكتبها بحفظها. يعني بحطها في مخي يعني، اي كلام بكتب يعني. طب ومين اللي كان هيلحنها؟ النهاية الاغنيه بتاعتك. الاغنيه بتاعتك بتاعت روح ماكي. لحنها الاستاذ محمد بهاء الدين. لا انت اغنيتك اصلا لما انت قدمتها لمحمد فؤاد كنت متفق مع ملحن، مين اللي كان هيلحنها وقتها؟ لا انا مش متفق مع ملحن، ما كانش فيه ملحن، هي عجبته وادتها له. يعني ما كانش فيه ملحن موجود في النص. لا كان... ما كانش فيه، هي عجبته هو كان هيديها للملحن. انا بعد كده يا فندم الغنوه وديتها شركه مزيكا برضه. يعني هو يعني شركه مزيكا طبعا ادتها للملحن. الملحن اكيد شاف الشاعر ده، في هنا الشاعر محمد بن عبود العمودي اللي كان عامل غنوه للاستاذ امال ماهر سكن الليل. نعم. هي الغنوه، هو شاعر سعودي. فانا هو طبعا له حق الرد، يعني انت الكلام ده على مسؤوليتك وهو له حق الرد، ولكن يعني سؤالي هو ليه محمد فؤاد ما غناهاش وقتها ما انت عرضتها عليه وكانت عاجباه؟ محمد فؤاد مش لما غنى قصايد. هو عجبته بس قال لك انا ما بغنيش قصايد. انا ما اعرفش محمد فؤاد اداها للشاعر دي او اداها للشركي. طب ما سالتش محمد فؤاد؟ لا انا سالته، فما معلش ده الكلام ده من فتره يا فندم. قال لك ايه؟ في 2005 من فتره يعني لما كان يصور فيلم غاوي حب. انا بس عايزه اتاكد، ده محمد فؤاد المطرب ولا محمد فؤاد حد تاني؟ لا محمد فؤاد المطرب. انا معايا رقمه وكلمته قبل كده عليها. تمام. الرقم بتاع محمد فؤاد 01. لا مش هتقول رقم محمد فؤاد على الهوا يا استاذ هاني. ماشي. ما احنا مش هنسمعه على الهوا، ما ينفعش كده برضو، دي حاجات شخصيه ما ينفعش نقولها على الهوا يا فندم. ماشي عشان تكلموه يعني وتقولوا له برضه، هيقول لك انا مش فاكر ما هو معانا الرقم بس مش محتاجينه من حضرتك على الهوا، احنا معانا رقم محمد فؤاد. بس السؤال الغنوه دي انا وديتها الشركه. انت وديتها الشركه ومحمد فؤاد سمعها وعجبه؟ نعم. لا انا اديتها لمحمد فؤاد ووزعتها في الشركه برضه، وديتها هنا وديتها هنا. قلت اللي تعجبه فيهم يكلمني بعد كده اتعامل معاه. وبعد كده بقى تفوت سنين وتلاقيها قدامك الاغنيه. وبعد كده فندم الغنوه غناها الاستاذ هاني شاكر. طب ما كلمتش هاني شاكر؟ لا ما بيردش على التليفون. كلمته اكتر من مره ما بيردش. كلمت محمد ضيا الملحن؟ كلمت الاستاذ محمد. قال لك ايه؟ قال لي انا من الصاله واحد جاب لي غنوه ولحنتها، وانا راجل خليجي وهو جاب لي الكلام ولحنته. يعني بيتهرب من الكلام يعني، كل ما اجيب له السيره بيتهرب، بيقول انا من الصاله، ويعني بيتهرب مني يعني في الكلام يعني. هو محمد ضيا قال يعني مش معقول اغنيه فيها كل الاسامي المهمه دي في عالم الغناء يعني العربي، ويجي حد هو قال ما نعرفش عنه حاجه يقول الاغنيه دي بتاعتي. ايوه هو بيقول لي انا واحد جاب لي غنوه ولحنتي، قال لي شوف الاستاذ هاني شاكر شوف الشركي. يعني كل واحد اما يرمين على الثاني يا فندم يعني، يقول لي الشركه وده يقول لي محمد ضياء وده زي كده يعني. طب كلمت يعني محسن جابر رئيس الشركه؟ كلمت الاستاذ محسن جابر، قال لي بعت له الحاجه على الواتس. بعت له الحاجه على الواتس برضه ما ردش. اول ما كلمته قال لي ايوه استاذ هاني، ما بعت له رساله، قلت له سبتك هعمل 1 2 3، هعمل محضر وارفع جدايه على الغنوه نزل في البوم حديث حياتي سنه 2009. والغنوه بتاعتي مسجله في 2005، كتبتها سنه 2000 ومسجله في 2005. طبعا قال لي بعت لي الحاجه وهنكلموك، وكلمت اخوه الاستاذ مصطفى جابر برضه. نفس الحكايه، ما حدش برضه سال ولا رد، قلت هرفع لهم قضيه اخد حد بالقضاء. تمام. وانت سالت المحامي تقدر انك انت تعمل قضيه بعد مرور السنين دي كلها؟ يا فندم عايز اقول لك حاجه،
شاء الله لو كان ليها اكتر من 30 سنة. هو يعني دلوق واحد لما معلش يعني لما يكون مسجل حاجة برضو وتفاجأ بالحاجة اتخلت منه برضو وحطه هرجع له برضو المحكمة برضو هترجع له. المحكمة هتقول لك بعد 15 سنة جاي بتشتكي، طب انت كنت فين ال 15 سنة؟ يا فندم ماشي انا اتفاجأت في الغروة قريب نزلت الغروة ما هي ماشي. انت انا عارفة انك انت ساكن في قرية صغيرة في قينا. تمام. وبتهوى كتابة الشعر. تمام يا فندم. بس هقول لك حاجة، لما يكون واحد معاه ارض واخدها من اخوه والارض دي مسجلة. تمام. واخوه خدها منه وده ما دعتش وجاء جاب الورق المستندات بتاعته وهذا الورق وبعد كده في اثبات معاه. القضاء جاب له حقه قال له معاك اثبات لو خد من 30 سنة. طول ما ليه حد يا فندم قانونا يعني المحكمة تجيب له حقه حتى لو كان من 30 سنة. المفروض يعني المحكمة تقف معايا وتجيب له حقه برضه. انت تعاملت مع مطربين يعني قبل كده عملت اغاني موجودة في السوق؟ ما فيش غير الغنوة بتاعت صعب الصغير اللي كان عليها مشاكل دي. ويعني في اغاني بعت للقوات المسلحة برضه اغاني وطنية اللي بكتب حاجات وطنية يعني. مين غنى لك؟ نعم مين غنى لك يا فندم؟ انا ببعت الاغاني للمطربين، انا معايا ارقام مطربين ببعت لهم، ما اعرفش بياخدوا حاضر هنشوف الحاجه وهنكلمك وبعد كده بيتهربوا يعني معنى صح يعني معلش يعني زي في محاربه عليا يعني في ناس ما قال لك هذا كل القصه يعني عشان ما يتعاملوش معايا في اي اغاني. في حرب عليك يعني؟ ليه في حرب عليك؟ ليه في حرب عليك؟ في حرب عليك كل حاجه يا فندم. انا سيادتك انا راجل كنت بمشي في المحلات في الخير، عملت حاجات حلوه للقريه بتاعتي عشان المدارس كبر مشاهل وبمشي في حاجات حلوه عشان كده بتحارب من كل حته بتحارب يعني بتحارب. انا بتكلم على الهوا يعني انا عايزك يا فندم يعني المسؤولين يعني يسمعوا صوتي ويعرفوا مين اللي بيتكلم. اكيد هم عارفين مين هاني عبد الموجود عارفين. خلي بالك يعني اذا كان فنانين واذا كان ملحنين عارفيني، جمعيه المؤلفين عارفيني، مجلس الاداره عارفيني. اصل انت خد بالك انت بتتكلم عن اسامي ليها احترامها وليها تقديرها وطبعا ليها حق الرد، كلها اسامي كبيره في عالم الغنى مش اسامي صغيره. تمام واسامي يعني عارفيني كلنا يا فندم. بس مش عارف انا ايه في محاربه عليا مش عارف يعني ايه حاجه كده بتحصل غريبه كده. نعم. من فتره يا فندم يعني ويعني اقول لك ايه بس. أشكرك شكرا جزيلا الشاعر هاني عبد الموجود. طيب من بين فرسان السينما المصرية هيفضل اسم أحمد مظهر هو الأشهر والأبرز لأنه جنرال السينما المصرية اللي درس العسكرية والفروسية في الكلية الحربية وكان دفعة الزعماء جمال عبد الناصر وأنور السادات، تخرج سنة 38. طبعا أحمد مظهر قائد مدرسة الفروسية وهو عضو تنظيم الضباط الأحرار اللي قام بثورة يوليو سنة 52، بس هو استقال من العمل العسكري وهو برتبة عقيد وتفارق لاحتراف التمثيل. نهاردة بتمر الذكرى 22 لرحيل النجم أحمد مظهر اللي حصل على ألقاب كتيرة فضلت ملازماء طوال حياته، أشهرها يمكن برنس السينما المصرية، فارس السينما المصرية واللي ساب وراء أدوار سينمائية عظيمة. امبارح أزمة جديدة ظهرت في الكرة المصرية وما شاء الله علينا كده كل فترة لازم أزمة جديدة. امبارح بعد ما ماتش الأهلي واتحاد السكندري خلص حصلت مشكلة كبيرة، المشكلة هي مين الأندية اللي هتشارك في البطولات الإفريقية الموسم الجاي، لأن رابطة الأندية قالت إن اللي هيشارك في البطولات الإفريقية هم أول أربع أندية في ترتيب جدول الدوري في الدور الأول بس من بطولة الدوري، وده طبعا بسبب إننا كل يوم نبدأ الموسم متأخر غير كل العالم. المهم بعد خسارة الاتحاد السكندري امبارح الأهلي اتوقف رصيده عند 27 نقطة، أو الاتحاد السكندري متأسفة رصيده توقف عند 27 نقطة من ال 17 مباراة ومش هيوصل كده للمركز الرابع. وهنا ظهرت الأزمة، الأزمة هي أنه نادي إنبي والنادي المصري عندهم 28 نقطة في المركز الرابع والخامس على التوالي، والفرقتين خلصوا 17 مباراة بتوع الدور الأول. المهم نادي إنبي طلع امبارح وقال بيان بعد ما ماتش الأهلي والاتحاد
الاتحاد السكندري خلص، قال فيما معناه انه كده اتاهل لبطوله الكونفدراليه بعد ما انهى مباريات الدور الاول في المركز الرابع. وفي نفس الوقت النادي المصري نزل برضه هو كمان بيان بيقول فيه انه من حقه انه يتاهل لبطوله الكونفدراليه. اذا ازمه في او ما بين الانديه فيما يتعلق من سيشارك في ابطال افريقيا. معنا على تليفون الناقد الرياضي الكبير الاستاذ شوقي حامد، ايه اللي بيحصل؟ اهلا وسهلا بيك يا استاذ هندي ومستمعينك ومشاهدينك في كل انحاء مصر. اللي بيحصل انها هوجة ترابي دربكه ملهاش لازمه، تخبط عادي في الجبلايه. الجبلايه فيها قيادات قاعده على كراسي مش عارفه شغلها ايه، وما فيش تنسيق بينها وبين رابطه الانديه. مين اللي مشغل الرابطه؟ الرابطه اللي مشغله الدوري، ولا الدوري شغال بين الاتحاد؟ يعني العمليه ما فيهاش تنظيم ولا ترتيب ولا فكر، العمليه ماشيه عشوائيه. نعم. المفروض في اي بلد في العالم معروف ان في اثنين هيشاركوا في الابطال واثنين هيشاركوا في الكونفدراليه اذا كان في كونفدراليه في السنه الجايه. انما عندنا قال لك لا، احنا النهارده يبقى هناخد الاربعه الاولانيين من الدور الاول. كلام طبعا ملوش اي اساس من المنطق ولا العقلانيه، لان الدوري معروف ان هو مسابقه النفس الطويل اللي كل شويه بيتغير مواقع الانديه فيه وبتتغير ترتيبها، وفي نهايه الدوري يقولوا الاول والثاني يشاركوا هنا والثالث والرابع يشاركوا هنا. بقى لنا 3 سنين في الموضوع ده. تمام؟ لان ما عندناش ناس بتحل، احنا عندنا ناس قاعدة في التكييف، قاعدة على الكراسي، ما عندهاش رؤية وما عندهاش يعني هقول ايه، ربنا يديهم الصحة ويهديهم ويجيبوا لنا ناس، او يعني الجمعيات الأممية بتاعة الاتحادات الرياضية عندنا تجيب لنا ناس فعلا عندهم رؤى ورؤية عشان يصلحوا الرياضة المصرية، لأن الرياضة المصرية بتاعتنا الحقيقة متخلفة وبعيدة عن الركب الرياضي العالمي بمسافات شاسعة قمرية. أشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ شوقي حامد. الساعة 10 يعني بعد شوية مباراة يعني ممكن نقول عليها هتبقى ممتعة جدا قوية جدا، نقول زي ما أنت عايز تقول، مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. مباراة هتبقى على استاد سانتياغو برنابيو في أسبانيا. مباراة الذهاب انتهت 2-2 في ألمانيا. مباراة النهاردة نقدر نقول أنه بنسبة كبيرة هيفوز فيها وهيصعد لنهائي البطولة. من سيفوز هو اللي هيحصل على اللقب. طيب معنا على التليفون المحلل الرياضي الكابتن مروان الشافعي، هل ممكن بايرن ميونخ يفوز ويصعد للنهائي؟ أهلا بحضرتك يا فندم. أول حاجة أول حاجة أنا بتفائل بمداخلتي معاكي، لأن المرة اللي فاتت دخلت في الكلاسيكو وريال مدريد كسب، فربنا يسهل إن شاء الله. يعني ريال مدريد هو اللي هيكمل حالة التوهج ولا بايرن ميونخ هو اللي هيفوز؟ هتتوقع إيه؟ لا، هو التمنيات طبعا ريال مدريد، ودايما التوقعات مرتبطة بالأمنيات، ولكن مش يعني إحساسي لا، بايرن ميونخ عنده فرصة كبيرة. إذا كان قاعدة الهدف خارج الملعب لسه متوازنة كنت ممكن أقول لا، ريال مدريد بنسبة كبيرة حط قدم ونصف في الفاينل، لأن ساعتها كان بايرن ميونخ هيحتاج التسجيل على الأقل لضمان الوصول والفوز كمان. لكن النهارده ده ماتش فاينل كاس، هو فعلا فاينل كاس. الماتش الأولاني كأنه ما اتلعبش تماما، نتيجة 0-0 تذهب إلى أوقات إضافية، 1-1 نفس الموضوع، 2-2 نفس الموضوع، فهو مباراة كاس. بايرن ميونخ هي فرصته الأخيرة للخروج بلقب قبل موسم يعني مخيب للآمال. توكيل محتاج إن هو يثبت لنفسه إن هو مدرب قادر على تجربة بعد بايرن ميونخ، لأنه تم يعني الاتفاق بينه وما بين الإدارة على الرحيل في نهاية الموسم، فأكيد هو محتاج يثبت للنادي ولنفسه وللجمهور ولناديه المستقبلي إنه مدرب كبير، وتوكيل مدرب كبير، فدي فرصته. على الصعيد الآخر ريال مدريد طبعا بعد كامبين مميزة وتفوق على مانشستر سيتي محتاج ان هو يتوج باللقب ويذهب للفاينل مع انشيلوتي، لكن انا بشوف اكيد 50-50، وان كنت في وجهه نظري برجح كفه بايرن ميونخ حاجه بسيطه بسبب الدوافع اللي عندهم ان هم ينقذوا الموسم ببطوله
بعد خسارتهم للبوندسليغا. أشكرك شكرا جزيلا كابتن مروان الشافعي المحلل الرياضي. والحقيقة بعد الفاصل هنفتح ملف الدواء، دواء مش رفاهية، اختفائه من السوق مش أزمة كده خفيفة ممكن نتعامل معاها، محتاجين نسأل هو إيه سبب أزمة نواقص الأدوية في الصيدليات دلوقتي، هي مين الجهة المسؤولة عن الرقابة على مصانع الدواء والصيدليات في مصر، إزاي وصل مفهوم الأوفر برايس للدواء بعد ما سيطر على سوق العربيات وسوق الأجهزة الكهربائية، إيه اللي بيحصل في الأدوية؟ إزاي بيحصل ده في ملف الأدوية؟ قضية مهمة هنناقشها في مصر جديدة بعد الفاصل مع ضيوفي الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ودكتور ياسر خاطر مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء. بناية فخمة مطلة على النيل مكونة من طابقين بتحيط بيها الحدائق والجناين، ده كان وصف أحد قصور الفترة المملوكية اللي بناه أمير الحج شهاب الدين أحمد بن العيني عام 1466 ميلاديا، وبعد وفاته أصبح القصر ملكية عامة للدولة وتعددت استخداماته، مرة مقر للحكم في عهد إبراهيم بك، وبعدها مستشفى عسكري أيام الاحتلال الفرنسي، وبعدها قصر للضيافة أيام محمد علي اللي أسس مكانه سنة 1837 ميلاديا أقدم مدرسة للطب، والمعروفة حاليا بكلية طب القصر العيني التابعة لجامعة القاهرة. القصر العيني كان سبب في تسمية الشارع ده بشارع القصر العيني، ويعتبر من أهم شوارع القاهرة لوجود كتير من المؤسسات والمصالح الحكومية، بالإضافة لارتباطه بالمجال الطبي لوجود مستشفى القصر العيني الجديد ونقابة الأطباء، وكمان هنلاقي أكبر سوق لبيع المستلزمات الطبية في مصر. الشارع ده الاول كان فيه ترماي، شالوا الترماي جابوا الترول، شالوا الترول جابوا الكارتر. القصر العيني ده كله لغايه ميدان فم الخليج، مصر قديمه ما كانتش الزحمه دي، العربيات والدنيا والفرنساوي لما اتبنى، والقصر العيني القديم موجود لغايه دلوقتي اللي هو في وش الكوبري. السوق ده كان ايه قبل ما يبقى مستلزمات طبيه؟ محلات عادية وكانت شغالة كده وبقال وبتاع، طبعا كله اتغير بقى، ساب البقالة دخل في الأدوات الطبية. شارع القصر العيني موجود بقاله كتير جدا، وبالذات سوق المستلزمات الطبية في القصر العيني تواجده تقريبا من الثمانينات. في الموسكي بيبقى في عطارة وفي خردوات وفي حاجة لعب أطفال، صار بكده هنا صار بالمستلزمات الطبيه هو الاب. ده يعتبر السوق المركزي اللي موجود في مصر، وده كمان مش في مصر بس، بعض الدول العربيه بتيجي حضرتك تاخد مستلزماتها من هنا كجامعه والمستشفى بعد كده، فكان خدمه للاطباء، فهو ده اقرب مكان لخدمه الاطباء، فده يعتبر هو، عشان كده هو ده شهر الشارع من زمان. زبائننا بيبقى اساسها دكاتره اللي فاتحين العيادات، دول اللي بينزلوا بالاخص توريدات مستشفيات، بس بالاخص العيادات، لان هم احنا عندنا زي ما قلت لك الاساس الطبي، فاحنا بنفرش العيادات كامله. القاهرة عودتنا ان كل شارع من شوارعها بيحكي تاريخ سنين طويلة، وشارع القصر العيني عنوان حكايته الطب والأطباء في مصر على مدار 190 سنة. يحيى علاء، مصر جديدة، ETC. إذن سنفتح اليوم في مصر جديدة ملف الدواء في مصر، ومعي ضيفي الكرام دكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة، ودكتور ياسر خاطر مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء، أهلا بحضرتك في مصر جديدة. ماذا يحدث في ملف الدواء في مصر يا دكتور؟
شوف يا فندم، اولا انا بشكر حضرتك على استضافتنا النهارده واعطائنا المجال ان احنا نوضح المشكله بابعادها، واحنا عاوزين نعرف المشكله في الاول عشان نعرف الحلول بتاعتها. في ازمه في الدواء؟ في ازمه في الدواء، في عندنا نواقص كتير جدا. الصيدليات بتعاني، الصيدليات مش بتعاني وبس، الصيدليات تئن. واسمحي لي ان انا ممكن كمان يعني اتجاوز في اللفظ، في ان انا اوصل لحد ان من 2017 الصيدليات في مصر تتعرض لتدمير ممنهج لاقتصادياتها. ازاي؟ انا اقول لحضرتك ازاي وليه ولمصلحه مين؟ بالظبط كده. منظومه الدواء دي عشان بس نبقى الصوره واضحه لحضرتك وللساده المشاهدين، فيها مصنع وموزع وصيدلي. المصنع والموزع دمروا اقتصاديات الصيدلي تحت عين الجهه التنفيذيه اللي هي كانت وزاره الصحه وهيئه الدواء في الوقت الحالي. ازاي؟ الاسعار عماله تزيد وتتزايد، وراس مال الصيدليه عمال يتاكل، والصيدلي النهارده مفيش شهر بيعدي غير ما يضخ فلوس زياده للصيدليه بتاعته عشان يقدر يحافظ على المخزون بتاعه او يحافظ على عدد الوحدات بين الادويه بتاعته. ده بقى متزامن مع ايه؟ مع ارتفاع الاجور وارتفاع الايجارات وارتفاع المصاريف التشغيل كلها. كل ده مع النواقص اللي موجوده. احنا بنعاني معاناة شديدة جدا من 2017، من وقت ما صدر قرار الوزير الأسبق أحمد عماد الدين ببيع الدواء بأكتر من سعر. الدواء سلعة استراتيجية وسلعة أمن قومي ومسعرة جبريا بقوة القانون، يعني تتباع بسعر واحد. تخيل النهاردة أنا عندي الدواء ممكن يبقى بثلاث أسعار وأربع أسعار على الرف، وبيع ده بالسعر ده وبيع ده بالسعر ده. نقول أمثلة عشان الصورة توضح أكتر. طيب، احنا عندنا في الشعبة العامة للصيدليات في اتحاد الغرف التجارية عملنا دراسة واقعية من واقع السوق. هديكي مثال، حاجة زي الفي دروب نقط سعرها كان 10.5 بقى 16 بقى 25. أنا النهاردة عشان أشتريها ب10.5 وأجي أبيعها ب10.5 وبعدين أجي أشتري الجديدة بشتريها ب16، فرأس مالي تآكل. بعت أم 16 اجي اشتري جديد اشتريت ب25، يبقى في الحاله دي عدد الوحدات قل من 10 ل7 ل4، يبقى انا في ثلاث تسعيرات لنفس الصنف راس مالي تاكل بنسبه 69%، انا اللي بتحمله. طيب لصالح مين الكلام ده؟ مش لصالح حد، ان لازم الدوله تقف وتساند الصيدليات. بلاش ننسى إن الصيدليات كان لها دور حيوي ومؤثر جدا جدا جدا، وحضرتك توافقيني في الرأي بتهيألي، في أزمة الكورونا. طبعا أكيد طبعا. لما العيادات كلها قفلت. صحيح. وإحنا اللي واجهنا الأزمة. الصيادلة فعلا واجهنا الوباء. عاملين دور رجولي بصراحة. بالظبط. فهو ده الرد، لازم نقف جنب الصيدليات ونحافظ على اقتصادياتها، توفير الدواء وبيع الدواء بسعر واحد، وإلا ارفع لي هامش الربح. بالمناسبة هامش الربح انا ما باخدوش من المواطن، هامش ربح الصيدلي بياخده من الشركه المصنعه. يعني كل ده داخل في جيب الشركه المصنعه، لا داخل في جيب المواطن ولا داخل في جيب الصيدلي. يعني المشكله الاساسيه عند الشركه المصنعه. طبعا مفيش تتبع دوائي. الشركه المصنعه، حضرتك انا هستعير جمله اتقالت في التقرير مهمه جدا، ان كانت مصر بتعاني من ظاهره تهريب الادويه قبل كده وما زالت، واؤكد لحضرتك وما زالت. لما انا فاكره ايام كورونا كان في دواء اللي هو بتاع الجرب ده لما اتقال عليه ضد الفيروسات، فكنا بناخده عشان كورونا، كان بيتهرب للبنان وكان بيتباع الحبايه الواحده منه ب 100 دولار وهو اصلا ثمنه 15 جنيه تمام، العلبه كلها. واؤكد لحضرتك وما زالت بيتباع في لبنان الحبايه ب 100 دولار بالظبط، الحبايه الواحده بالظبط. وما زال تهريب الادويه قائم، والتهريب من الشركه المصنعه مش من حد تاني. والا حد يبرر لي شركه معينه باسمها ادويتها كلها مش موجوده في السوق، ويطلع الميزانيه بتاعتها انها عامله جروث 33% في الربع الاول. ازاي؟ اذا كانت انت ادويتك مش موجوده عندي في الصيدليات، يبقى انت الجروث ده راح فين؟ يعني النمو في المبيعات ده ال 33% ومحقق ارباح مش عارف 500 مليون ولا كام، منين؟ منين؟ مين اللي يحاسب الشركه المصنعه؟ الجهه التنفيذيه اللي هي هيئه الدواء، لازم تحاسبه وتبقى واقفه وتضرب بيد من حديد عشان النزيف ده يقف.
لان احنا كده في السادات بصراحه بصراحه بيوتنا بتتخرب. دكتور ياسر، المشكله عند الشركه المصنعه؟ تحياتي لحضرتك واشكر حضرتك انت اديتينا مساحه ان احنا نفتح ملف كبير جدا، يعني اتمنى ان هو يلقى اهتمام اكتر من كده من الساده المسؤولين. قبل ما اتكلم حابب ان انا اوضح بس الفرق ما بين المشكله الحاصله في السوق وما بين حاجه مهمه جدا، هو فعاليه وكفاءه الدواء المصري. الدواء المصري فعال وكفاءته ما شاء الله كويسه جدا 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 ومنتشر، ويعني عايز اقول ان ما تقلقش الجمهور ما يقلقش من الدواء المصري كفاعليه وكانتشار ومقارنه بالاسعار بالادويه الاجنبيه. تمام، الدواء المصري ما شاء الله فعاليته كويسه جدا. طب ايه اللي بيحصل في السوق؟ اللي بيحصل هو سوء اداره، سوء تخطيط، سوء متابعه. يعني كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها هي يعني بتندرج تحت الثلاث خطوط دول، لا علاقه بجوده المنتج او جوده الدواء، تمام، بالمشاكل اللي احنا بنتحدث عليها. وهنعد حضرتك مثال بسيط في ازمه فيروس سي السفلدي، لما جينا استوردناه كانت الجرعه الواحده 12000 جنيه. كان المريض بيستهلك، المفترض انه بيستهلك في الشهر الواحد جرعه لمده 3 شهور واحيانا 6 شهور. ما شاء الله الشركات المصريه قدرت ان هي تاخد الموافقه بالتصنيع واستطاعت ان هي تصنع دواء تنزل بالسعر بتاعه من 12000 ل 1200، تمام، واستطاعت ان هي تغطي احتياجات السوق والمريض المصري، واستطاع كمان يتصدر لكثير من الدول العربيه وكثير من الدول الافريقيه. فانا بقول للجمهور ما تقلقش على الدواء المصري. طبعا انا بقول الكلام ده عشان لا، هو الجمهور مش قلقان على الدواء المصري وعارف الفعاليه بتاعت الدواء المصري ومطمن جدا من الدواء المصري، هناخد الحته ولما دي ولما بنسافر بيطلب مننا الدواء المصري وبناخد، لان احنا هناخد الحته دي، احنا عايزين بالظبط، احنا عايزين هناخد الجزئيه دي وهنسند او هنلجا ليها بعد كده. طب ايه المشكله اللي بتظهر او ايه المشاكل اللي بتظهر؟ احنا هنقول ان دي في عبثيه، المشهد العام عبثي، المشهد العام فيه ارتجاليه غير طبيعيه جدا. ابسط مثال على ذلك ان النواقص طالت كل اصناف الادويه، ما خلتش يعني حتى الادويه في السيزون بتاعها، يعني مثلا ادويه الربو، ادويه القحه عند الاطفال، ادويه الربو عند الكبار، وده السيزون بتاعها، ومع ذلك هي مش موجوده في السوق. قبل كده ما كانش في الكلام ده، كنا ممكن نلاقي صنف ناقص ولكن البديل او المثيل بتاعه متوفر. اصبحنا بنلاقي الصنف وبدايله، الصنف وبدايله، اصبحت الصيدليات خاويه. انا قاعد في صيدليتي 8 ساعات 12 ساعه عشان اقول للمريض مفيش بكره، طب خد بديل، طب خد مثيل. فاصبحنا في ديلمه كبيره جدا جدا جدا، وبسبب بناكد هو سوء التخطيط وسوء المتابعه. طيب سوء المتابعه، احنا ما عندناش للاسف في مصر مش مطبقه التتبع الدوائي، وده اللي بيجرأ الشركات ان هي بدل ما تنزل. يعني ايه نطبق التتبع الدوائي؟ حضرتك التتبع الدوائي ده اي دواء ينتج، المفترض ان هو ينتج من الشركه الام، بينزل معروف ان هو ليه لاين معين او ليه خط معين بيمشي فيه، اللي هو الشركه الام، شركه التوزيع، ثم الصيدليه، ثم الجمهور. ده الخط الطبيعي جدا، تمام. ده اسمه التتبع الدوائي، ان انا يكون في كل شركه سورس لحركه الدواء بتاعي. يعني انا انتجت كم علبه، كم باتشه، الباتشه دي راحت فين، اتحركت من كذا لكذا لكذا لكذا. هي النظام ده مش مطبق في مصر، وده بيجرأ الشركات ان هي للاسف تستغل حاله الفوضى او حاله عدم المتابعه في ان هي بتهرب الادويه بتاعتها بره. وانا هكمل كلام الدكتور حاتم، فعلا يعني مش تكون شركه مش الادويه بتاعتها مش موجوده في السوق خالص، ومع ذلك اعلنوا من اسبوعين ان في جروس الكوارتر الاولاني من اول ال 24 في جروس 33%. طب مين حضرتك؟ واحنا اصلا الادويه بتاعتك مش موجوده في السوق، تمام، ولو تحصلنا عليها بنتحصل عليها زيرو خصم. يعني انا بجيب العلبه ببيعها، بجيبها ب 10 ببيعها ب 10، بجيبها من واقع مسؤوليتي المجتمعيه. لا اسمح لي يا دكتور بعد اذنك، ده مش بس زيرو خصم، ده لك ان تتخيلي، لك ان تتخيلي بالماينس، يعني تجي لي العلبه ثمنها جمهور ب 100 جنيه، انا اشتريها ب 105 عشان ابيعها ب 100، ماينس 5. تخيلي، في انا اقول لحضرتك المسؤوليه المجتمعيه. انا طبعا برفض ده، لان انا مش هبيع سوق سوداء،
وصيادله مصر كلهم صيادله شرفاء وناس مواطنين محترمين وما يقدروش يعملوا عمله زي دي. لكن انا اقول لحضرتك بس إيه؟ في ادويه تتباع في السوق السوداء حقيقي، مش في الصيدليات، بتتباع في السوق السوداء على الانترنت وعلى السوشيال ميديا موجوده والمواقع موجوده وكل الاجهزه شايفاها، وبقى في اوفر برايس. ما هو الاوفر برايس زي في العربيات وزي في الاجهزه الكهربائيه، دخلنا على اوفر برايس في الدواء. ما هو فوضى الاوفر برايس حضرتك، يعني معلومه وبخص برنامج حضرتك المحترم بيها، هل لك ان تتخيلي ان بعض الموظفين في بعض شركات التوزيع الأدوية الموجودة والمرخصة وشركات كبيرة طلبوا بأنهم يرفعوا مرتباتهم؟ كان رد الشركة إيه؟ لا مش هنرفع مرتباتك، بس خد الدواء بتمنه نت وتصرف أنت بيعه، اكسب فيه زي ما أنت عاوز. ده كلام، ده كلام المفروض أن الدواء ده يطلع من شركة الدواء على الصيدلية، ما يعديش على مندوب يبقى في إيد مندوب بيلف بيه في السوق. طبعا هيجي عندي في الصيدلية هيجي يقول لي خد الدواء بتمنه، ساعات برضه بتمنه عشان انا المريض قدامي محتاج الدواء من واقع المسؤولية، لكن اخسر فيه المسؤوليه المجتمعيه بالزبط اللي بيفرض علينا المجتمع بالظبط كده، كلهم لكن يا اخسر يا في الدواء، يا اخ يا صديق يا عميل، يعني اخسر في الدواء فبرفض. الصيدلي ما بين سندان السعر زيرو خصم والمريض، وما بين المريض مطرقه المريض. خلي بال حضرتك الصيدلي في مصر شيخ عرب، يعني قاعد في منطقته، يعني مش عايزين نبص او نقصر نظرتنا على الصيدليات اللي في القاهره وفي الجيزه وفي اسكندريه، لا صيدليات احنا عندنا اكتر من 85,000 صيدليه يا استاذه انجي منتشرين في كامل ربوع مصر بقراها بكفرها من جحا. الصيدلي عارف اهالي المنطقه بالاسم بالاسم، وبيقعدوا يتكلموا معاه وبياخدوا استشارته الطبيه في كل المجالات، حتى استشارات اجتماعيه مش استشارات طبيه بس. فانت النهارده انا اخسر في الدواء فطبعا برفض، يعمل ايه المندوب؟ يروح واخده بوديه لبتاع السوق السوداء اللي حضرتك بتتكلمي عليه، اللي هو بتاع المخازن اللي تحت بير السلم، بتاع الانترنت والسوشيال ميديا. وينفع نشتري دواء من على الانترنت؟ مصيبه، ما ينفعش طبعا، دي مصيبه ومخالفه للقانون ومش عارفين مصدره ايه ومش عارفين. بس في صيدليات بتعلن على مش صيدليات معروفه موجوده في الواقع، قصدي في صيدليات ملهاش وجود على ارض الواقع، هي موجوده فقط على الانترنت. طب اقول لحضرتك بقى مفاجاه، طب اقول لحضرتك مفاجاه بقى، مفاجاه ثالثه، تعرفي ان التفتيش ما يقدرش يدخل الصيدليات دي؟ يعني التفتيش ما يدخلش غير صيدليه مرخصه، التفتيش في مصر ما يدخلش صيدليه غير مرخصه، يدخل ويفتش ويشوف ويتابع الصيدليه ويشوف الدفاتر بتاعتها ويشوف صرفيه المخدرات بتاعتها والكلام ده ويشوف الاكسبيرت ديت. لكن لو صيدليه غير مرخصه هي مش موجوده عنده اصلا في الورق فما يدخلهاش، لك ان تتخيلي. بس تفضل موجوده؟ موجوده بقى، او حد يبلغ، او هم يبلغوا مباحث التموين او يبلغوا المباحث العامه، لكن كتفتيش صيدلي ما يقدرش يدخل. صح يا دكتور ياسر؟ ما يقدرش يدخل. ما يقدرش يدخل صيدليه مش مرخصه. فالتفتيش ما بيفتش غير على الصيدليه المرخصه. هي كيان وهمي. ولذلك هي كيان وهمي. احنا عايزين نستغل الفرصه يا فندم ونوجه نداء للمواطنين، رجاء ما تشتريش دوات من على الانترنت. انزل الصيدلية اللي جنب بيتك اشتري دواك منها عشان حتى تعرف طريقة استخدامه ازاي، عشان تبقى ضامن فعالية الدواء، ضامن طريقة تخزين الدواء. أيوة، ما هو ممكن جدا ما يلاقوهوش فيروح يقول لك ايه، طب ما هو موجود في الصيدلية على الانترنت، ما انا اشتريه اونلاين هعمل ايه؟ يتحمل مسؤولية بقى فعاليته دي. بس احنا عايزين نأكد تاني، الدواء او الصيدلية الموجودة، الصيدلية على ارض الواقع موجودة وبتعامل معاها اونلاين مفيش مشكلة، دي عادي، ما دي صيدلية انا عارفاها وبقدر اروحها وبقدر ادخلها واشتري منها وجها للوجه. انت مجرد بتتصلي بيه او بتقولي له مثلا اوردر على الابلكيشن بتاعه وتقول له ابعت لي الدواء الفلاني، ده عادي وتمام وكل، بس الصيدلية قدام عينك شايفاها. ولكن الصيدليات اللي ملهاش وجود على ارض الواقع كارثة، اللي ما اقدرش الاقي لها مكان كده او عنوان اروح لها فيه، دي كارثة، ما ينفعش ان احنا نتعامل معاها على الانترنت. تماما تماما، لان انا ضراني، ما الدواء ده ممكن يبقى مش حقيقي، يعني مش في ادويه مضروبه كتير وفي ضبطيات كتيره قامت بيها هيئه الدواء بصراحه. حصل ومسكوا مخازن كتير تحت بير السلم ومسكوا، دي بتبقى مخازن كمان مش صيدليات، دي بتبقى مخازن غير مرخصه ونظام تحت بير السلم، وبيعمل صفحه على الانترنت وبيبيع وبيستغل حاجه الناس. ايه الحل يا دكتور ياسر؟ الأول عايزين نتكلم عن الصيدليات، يعني الصيدليات 80,000 صيدلية منتشرة
في شوارع وأزقة مصر كلها بيعمل فيها. لو قلنا مثلا متوسط كل صيدلية 4، في منهم 2 هيبقى عائل أسرته، يعني بنتكلم النهاردة في رقم يقارب 1,000,000 عمالة مباشرة، تمام. وبقى كده في عمالة غير مباشرة اللي هو لو هشطب لو هعمل لو كذا، يعني انت بنتكلم في 2,000,000، تمام. حضرتك ال 2,000,000 دول الصيدليات بتشغلهم ولا يكلفوا الدولة مليم. حضرتك النهاردة الدولة عشان توفر فرصة عمل بتنفق 1,000,000 جنيه. أنا موفر 1,000,000 فرصة عمل، عمالة مباشرة وقدها عمالة غير مباشرة، ومع ذلك وبقول إن الصيدليات إلى الآن قطاع الصيدليات لم يلقى الاهتمام الكافي من الدولة، لم يلقى يعني بما تقدمه الصيدليات من خدمات. وزي ما تفضل الدكتور حاتم واتكلم موضوع كورونا، احنا كنا الخط الدفاع الاول عن المريض المصري، صحيح. مش هنتكلم عن اللي قفل عيادات، ومش هنتكلم عن بالظبط حضرتك وزاره الصحه في هذه الفتره قامت على كاهل الطبيب الصيدلي المصري، 85 صيدلي شهيد ما ننساهمش. ثم اللي ما قدرش يروح وزاره الصحه او مستشفياتها كان خط الدفاع الاول هي الصيدليات. ومع ذلك بنقول ان الصيدليات لم تلقى إلى الآن التعامل اللائق بما يتيح لها أن هي تؤدي التعامل اللائق. يعني هقول لحضرتك بمنتهى البساطة، تخيلي أن في يعني ناس بتتعمد صناعة الأزمات. بمعنى حضرتك مثلا مسؤول فسر القانون غلط، أو هنتكلم مثلا على المضايقات مثلا اللي بتتم، وليكن موضوع اليافطة. موضوع اليافطة النهاردة لما يجي مثلا حي يفرض عليا غرامه او يجبرني ان انا ارخص، رغم ان اليافطه مثلا على سبيل المثال جزء لا يتجزا من رخصه الصيدليه. انا حضرتك الترخيص الصيدليه جزء اساسي فيه وجود يافطه، فما اجي انا مثلا الحي يضايقني ويفرض عليا اشتراك شهري او اشتراك سنوي او يجبرني على، ما انت بتضايقني، تمام. الخدمات الميه الكهرباء احنا بنحاسب تجاري، رغم الخدمات اللي بنقدمها مجاني حضرتك احنا بنحاسب تجاري عليها، تمام. فالدوله راعتني بايه؟ انا مراعي الدوله. طبعا انا لا اتحدث ان احنا لا نشجع عمليه التهرب او لا نشجع اي حاجه، ولكن احنا نشجع القانون، عاملونا بالقانون. اما يبقى انا عندي يافطه جزء لا يتجزا من الترخيص او الترخيص لا يتجزا من اليافطه، وتيجي انت تفرض عليا ان انا لازم ارخص يافطه، انت بتضايقني كده، انت بتجبرني مع السوق ده كله. حطي بقى المضايقات دي، حطي الكلام ده كله مع المشاكل اللي في السوق، مشاكل النواقص، مشاكل التسعيرة، البيع بسعرين. وفي دولة في العالم يا فندم بتبيع حاجة سلعة بسعرين؟ فيش دولة في العالم، فيش نظام في العالم بيبيع سلعة بسعرين دي خالص. ما دي احد ابواب او احد اليات المضايقة اللي بيتعرض لها، المضايقات اللي بيتعرض بقى لها الصيادلة، تمام. وبعدين وفي اتون وفي خضام كل ده مطلوب من الصيدليه انه يقف. بس هي معلش يا دكتور ياسر اسمح لي، هي دي مش مضايقه، ده تدمير للصيدليه. خلينا نسمي الاشياء بمسمياتها. ده مش مضايقه، كون ان انا النهارده بخسر 69% من راس مالي في 3 تسعيرات متتاليه، وبخسر من 2017 عمال اخسر اخسر اخسر، يبقى انا هقفل. هل تتخيلي حضرتك ان احنا النهارده في 2023 يوجد 1500 صيدلية تم إغلاقهم بناء على رغبة أصحابها؟ يعني الصيدلي راح كده لهيئة الدواء قال له اقفل لي الصيدلية ده أنا مش عايزها. الصيدلية اللي كانت الناس بتتخانق على ترخيصها قبل كده، في 1500 صيدلية في 2023 تم إغلاقها بناء على الرغبة، والرقم مرشح للزيادة. طب ما ده مش من صالح حد ومش من مصلحة حد. لازم النهاردة كل أجهزة الدولة التنفيذية تقف في ظهر الصيدليات. صيدلة مصر ناس شرفاء وناس وطنيين وبيحبوا بلدهم وقايمين بواجبهم على أكمل وجه، لازم أقف جنبهم. فأنا النهاردة لابد من مواجهة مافيا الشركات سواء تصنيع أو توزيع، وأطبق منظومة التتبع الدوائي. واسمح لي بس أوضح لحضرتك جزئية صغيرة عشان السادة المفهمين يفهموها بشكل مبسط، والدكتور ياسر قالها بس أنا هوضحها بشكل مبسط. تتبع الدوائي يا فندم يعني مادة خام دخلت من المطار، راحت المصنع، اتصنعت 10,000 علبة، ال10,000 علبة دول أدخل على الكمبيوتر أعرف في 10 علب راحوا لحاتم، وفي 50 علبة راحوا لياسر، وفي 15 علبة راحوا للدكتورة إنجي، وهكذا.
يبقى انا ضمنت عداله التوزيع وضمنت حكم او حوكمه الموضوع ومنعت التهريب، تهريب الدواء لخارج البلاد، زنقت الشركات. ليه ما بتطبقش منظومه التتبع الدوائي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، الدواء بقوه القانون المصري قانون 127 لسنه 55 بشان تنظيم مزاوله مهنه الصيدله ينص على ان الدواء مسعر جبريا. حضرتك في قرار جائر طلع من وزير الصحه الاسبق وهو جائر تسبب في دمار اصحاب الصيدليات، ليه ما نرجعش فيه؟ طب انت حضرتك مش عاوز ترجع في القرار وتلغيه لان ده قرار جائر وبيخليني اخسر فلوسي كلها؟ طيب ارفع لي هامش الربح اللي انا باخده من الشركه. والنقطه الاخيره، حضرتك ليه ما بتجبرش الشركات على انها تسحب الدواء منتهي الصيدليه من عندي؟ سؤال. مفيش، تخيلي مفيش الزام للشركه، احنا تقريبا خلاص ما بقاش في شركه بتشيل من عندنا اكسبايرات دواء منتهي الصلاحيه، ده المفروض انت تتحمله؟ بتحمله من ضمن الخسائر، بيخصم من راس ما انا بعقب على الدكتور ياسر، دي مش مضايقات، ده تدمير. ده تدمير للصيدليه واقتصادياتها، انا بتحمله. وتخيل بقى انا استاذ انجي مش بتحمله بس، ده انا بتخلص منه وبعدمه على حسابي، تدفع فلوس كمان وادفع فلوس. هو فلوسه دفعت بالفعل اصلا، ما وجوده في الصيدليه فلوسه دفعت بالفعل بس بتدفع فلوس اكتر عشان اعدمه بالظبط، لان وجوده في الصيدليه ممكن يتسبب لي في محضر. لان ما ينفعش انه يبقى موجود في الصيدليه. صح، ماساه. ولازم ان احنا نقعد. طب ايه الحلول اللي المفروض نبدا نطبقها من امبارح عشان ما نشوفش الماساه دي؟ يعني الحلول، يعني هو في حل جميل جدا هيرضي كل الاطراف، الوزاره نفسها مطبقه، وزاره الصحه. خلينا نتكلم يعني ايه اسم علمي، يعني اسم علمي هيعالج كل المشكله دي كلها. اسم علمي معناه ان احنا الروشتة يكتب فيها الاسم العلمي، ينكتب فيها الاسم العلمي، مش الدواء بعينه، مش الاسم التجاري، مش الاسم التجاري، الاسم العلمي. ده هيحل المشكله؟ يعني هو ده اللي هيحل مشكله طبعا. مش عارف احنا يعني هو ده اللي هيحل مشكله بنتكلم على اساس لو في حاجه ناقصه يعني، فالمريض ياخد حاجه تانيه. ده هيعالج نقص الدواء، ده خطوه من خطوات كتيره، ومش دلوقتي على فكره، ده خطوه من خطوات كتيره. بص حضرتك انا مجهز، بس يمكن دكتور عايز اسم معين لدواء معين عشان الحاله دي. يا استاذه انجي بص حضرتك، الاسم العلمي زي ما قال الدكتور ياسر فعلا تطبيقه يحل مشكله ازمه النقص الادويه، بس ده كان من وقت سابق شويه، من شهرين ثلاثه. احنا النهارده عندنا مجموعات كامله مش موجوده. طب يا دكتور، يعني مضاد حيوي وكامل كلاب كله مش موجود. احنا لسه بنطرح حلول. مش حل واحد الاسم العلمي، فعلا هو مش هيحل المشكله بشكل، ولكن هيحافظ على راس مال الصيدلي. هيحل جزء كبير جدا من الـ النواقص الموجوده، هيريح المريض بشكل المريض يعني بنشفق عليه من عمليه البحث. احنا بنقعد ندور في الصيدليات. بالظبط، ده حقيقي. بعد كده نيجي عمليه التتبع الدوائي، ده حاجه مهمه جدا. واضح ان ده حل طبعاً مهم جدا. هو جزء كبير جدا من المشكله، مشكله نقص الدواء. هيحكم عمليه خروج الدواء، ده بيروح فين؟ وهيمنع الاحتكاريه. وما ينفعش مريض من غير روشته يصرف اي حاجه كده؟ لا، في بصي بقى، دي ادويه وصفيه ينفع ان الصيدلي هو اللي يصرفها للمريض. في اللي هي الاون شيلف دي، اللي هي الاوكسين، زي المسكنات اللي اوفر ذا كاونتر. ايوه بالظبط، او تو سي. اوكي، ده الاوفر ذا كاونتر. لكن في ادويه لازم تصرف بروجيتا، يعني دواء اورام مش الصيدلي مش هيصرفه. كل حاجه بتتصرف في مصر. نعم، كل حاجه بتتصرف في مصر. لا يعني دي حالات شاذه، مش يعني، انما الاساس ما فيش صيدلي هيطلع وصف يعني دواء للاورام مثلا. كلمه اخيره ان احنا جه الوقت المريض المصري، وده بوجه من برنامج حضرتك، ان المريض المصري لابد انه يثق في الدواء المصري، لابد انه يثق فيه. لما حضرتك يتعرض عليك مثيل لا ترفضه. بس احنا بنثق جدا في الدواء المصري. عايزين نغير واقع الدوائي، واقع المريض المصري. الدواء بالذات يعني ممكن حقيقي. احنا عندنا عقده الخواجه فعلا وعقده المستورد تمام، بس الدواء بالذات الدواء المصري يعني فيه ثقة جدا جدا جدا. عايزين نغير الواقع ده بالنسبه للمريض، يتقبل
لا اعتقد المصريين عندهم يعني وعي جدا ان الدواء المصري الناس اساسا ده بيهربوه، الناس اساسا بتجري عايزاه. اشكركم شكرا جزيلا، نورتوني في مصر الجديده. دكتور حاتم البدوي امين عام شعبه الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجاريه، نورتنا يا دكتور. شكرا يا فندم. ودكتور ياسر خاطر مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء. اشكركم ان شاء الله كده ملف الصيدليات وملف الدواء في مصر يعني يبقى في حل سريع. موضوع تتبع الدواء ده واضح انه موضوع مهم جدا، ان شاء الله يبقى ان شاء الله برضو يعني احنا بصدد تحديد موعد مع معالي الوزير الاستاذ الدكتور علي الغمراوي الرئيس الجديد لهيئه الدواء، نحسبه على خير باذن الله، وهيكون على راس الاجنده اللي احنا طرحناه مع حضرتك ده واحنا قاعدين نتكلم معاه. نتمنى كجهه تنفيذيه انهم يسمعونا ان شاء الله، ويكون لنا لقاء بعد هذا اللقاء. اشكركم شكرا جزيلا، بكره مصر جديده ان شاء الله.